فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ تخباركم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. رمضان مبارك ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه بالسلامه بالرزق بطول العمر. وكل عام وحنا مع بعضياتنا كنشاركوا المعلومات وكنشاركوا اي حاجه زوينه مع بعضياتنا. كنت قلت لكم بلي الفيديو جاي غادي يكون ان شاء الله جلو اب، لكن ما قدنيش الوقت جايز ما بين جيزات، ويعني هاك راكم عارفين فاش كيقرب رمضان ضروري خاصك دير شي حاجه تعاون الدار هادي، فما قديتش نحاول نخصص لهذا الفيديو وقت. لكن اليوم ان شاء الله بالعشيه غنديروا جلوب، لكن دابا خصنا نمشيو باش نعاونوا الام الكريمه نبع الحنون. شفتوا الله ما بارك شحال زوينه الناس ديال الانستغرام ولا عارفين القصه ديال هذه الفراشه. ايوا سيداتي سادتي، انا قررت ندير ليكيش وتلقياتيل. بالنسبه ليكيش غادي نحتاجو البصله وغادي نقطعوها وغنديروها في مقله مع الكفته. انا الكفته كانت عندي فريكو داكشي علاش خليتها. هي درت البصله وهذه الكفته باقي شي شويه ما تلقاش، غندير غير لقامه وغادي ندير فيها الزيت ونخليها تشحر، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نصايبو الصوص ونديرو الفرماج. بالنسبه للعطريه ديروها كيف ما نتوما كتبغيو. غادي تجيبوا واحد الطاوه غادي تستفوا فيها الكيش ديالكم، من بعد غادي نجيبوا هذيك الحشوه ونديروا فيها دانون مسوس واحد وبيضه، وحاولوا تردوا البال واش الحشوه بارده باش هذاك البيض ما يطيبش. ودابا غنديروا لهم الفرماج ونخشيوهم في الفران. بصحه فطوركم. دابا اتس تايم باش غادي نبداو نديروا الكلوب ديالنا. قاعد داكشي اللي موقع والو وجدت كاع داكشي اللي غادي نحتاج. ماشي بالضروره نمشيو للصالون باش نتسماو. درنا الجلواب ديالنا يكفي، اننا كل نهار كنفيقو كنغسلو سناننا كننقيو ظفارنا كنمشطو شعرنا الى اخره. انا غادي نحاول نبقى نبارطاجي معكم وصفات، وكيف قلت لكم نتوما دخلوا غير بانتريست ولا تيك توك وكتبوا وصفه للشعر وصفه للوجه، راه غادي يطلعوا لكم بزاف ديال الوصفات. ما يجي فين نوصل العيد حتى نكونوا كنشعلوا. الجلواب ما كيقتصرش غير على المكياج وعلى الشعر وعلى النظافه، لا بالعكس كيقتصر حتى على الجانب الصحي ديالنا، على اشنو كناكلو، على الجانب الديني الروحاني وعلى القرايه وعلى بزاف ديال الحوايج. فاحنا كامل ان شاء الله مع بعضياتنا غادي نحاولوا نطوروا فينا بزاف ديال الحوايج غير تنضمي لعائلتنا. ديال الباري اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل غنحاول نجربها ونعطيكم رايي فيها. هي صراحه انا ما كديرتيش حاجه كدوب غير هاد العسل. ها هي دابا راه خدامه شفتو تمام. دابا هي غادا تسخن راسها، ملي غادا تسخن غادي نحيدها. بالنسبه للماسكات كاين هذا اللي مولفه ديما كندير معكم، هذا المقشر وهذه بحال التبريمه، وهذا الماسك ديال الوجه اللي فيه دانون مسوس العسل والحليب بودره مع هنشا والزيت ديال الشعر. الزيت ديال اكليل الجبل صايبته هو البارح، راه هذاك اكليل الجبل الداخل راه غيبان لكم هنايا على شكل عواد، طلق مزيان في الزيت. فاش تبغيو ديروا الجلواب ديالكم دخلوا لتيك توك اولا بنترست، غادي تلقاو اي حاجه اي حاجه، كتبوا غير ماسك للشعر، ماسك للبشره، ماسك للجسم، غيطلع لكم اي حاجه وانتم اختاروا اللي بغيتوا. بنات اول حاجه جبت هذه، بعد ملي كديروا شي ماسك ولا شي حاجه للشعر كديروها، راه غادي تلقاوها عند داك اللي كيبيع الماكياج غير بخمسة دراهم. وعندي هذاك الشيء اللي غادي ندير بها مساج لشعري، هذا القطران كيف قلت لكم والزيت. كنصحكم البنات تبقاو تشققوا شعركم بالقطران، حقاش راه كيخلي في الشعر واحد الريحه زوينه بزاف وما كيبقاش باين بزاف زعما بلا ما تخاف. اهلا جايز، انا رجعت لكم. الحمد لله الحمد لله دازت حمحيمه. يا سلام، مع هذا الروتين اللي انا كندير راه ماشي ديما، فانتوما تقدو انكم ديروه بحال هكا مره في السيمانه مزيانه. ان شاء الله غادي
نوجد لي التلبينه النبويه. صراحه حنت من شحال هادي وانا باغي نجربها. التلبينه عندها بزاف ديال الفوائد وانا باغي نجربها من شحال هادي. دابا كتب لي باش انا نجربها. شنو اخر غادي ندير؟ غادي نديرها ونخليها تبرد ونجي نصلي بعد ان شاء الله ناكلها مع شي شويه ديال الفخوي ونجلس نقرا غير واحد شويه. نبلاني النهار اللي غادي نبلاني الغد ماشي غدا نبلاني الاسبوع الجاي ان شاء الله شنو خصني ندير، شنو الحوايج اللي باغا نحيدهم، شنو الحوايج اللي باغا نخليهم. حقاش متفقه مع راسي انه كل اسبوع كندير تحدي جديد مع راسي. اسبوع نقص السكر، اسبوع ندير رياضه، اسبوع بلا سوشيال ميديا، يعني كل مره شنو. ولا عجبتني العاده كنستقم عليها لفتره اطول. فاليوم ان شاء الله غادي ندير هذاك الجدول اللي غادي نمشي عليه السيمانه الجايه. وحتى نتوما تقدوا تكتبوا بحال مثلا جدول الاسبوع الجاي، اثنين ها شنو غادي ندير، ثلاثه ها شنو غادي ندير. طبعا حنا كنمشيو غير فيما مشى الله، لكن ضروري ما انك تبلاني او تخطط. حقاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان ديما كيخطط قبل ما يهاجر، حتى فاش انه هاجر لمكه الى المدينه كان ديما كيخطط وكرسم واحد البلان اللي غادي يمشي عليه هو والصحابه. الوصفة اللي وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الحزن هي التلبينة النبوية اللي كترجع لعهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت تقدم للمريض حتى يخف مرضه وللحزين حتى يخف حزنه. كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبينة للمريض والحزين على الهالك أي الميت، وقالت كذلك أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله بنينه. زائد واحد الحار غتسولني علاش ما درت سكين كير روتين. دابا ما قد ندير والو، ما قدش ندير سكين كير روتين حتى شي حاجه. دوشت تدويشه عميقه وجيت درت سكين كير روتين، يعني ماشي بالضروره تحميمه عميقه، يعني غير هكا دوشت ودرت سكين كير روتين ديالكم. خطر شي شويه حقاش كتكون اللحم باقي سخون، كتنوضوا ديروا شارلي، كتنوضوا ديروا هذيك الشيء اللي يحرق الجلده. فمن الاحسن نتفادوا هذا الشيء حتى الغداء كندير سكين كير روتين. واليوم قبل ما غادي نعس غادي ندير غير السيروم اللي كندير لشعري وصافي. هذا ما كان يعني ما ندير حتى شي حاجه اخرى حتى الغداء ان شاء الله. وكريم كريم ادغاطون اللي كندير وجهي بحال مثلا انا كنستخدم افين. نتوما جوج شنو كتستخدموا؟ حقاش البشره ديالي كتبقى خاصني اني يعني لو بغيت نضحك كنحس بشي حاجه، هذيك الشيء علاش كندير غير كريم. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر، سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر. شيء او هو اللي دفعه فتقول اشغلني ولا عرفت تسوي.